استاذ محمد عربي، عكس ما صرح به هؤلاء المسؤولون الايام الاخيره، لوحظ اليوم مسيره تصعيديه في البويره، في سكيكده، في خراطه، في الجزائر العاصمه. ما هي رساله هذه المسيرات اليوم السبت؟ هذا دليل على عقلانيه الحراك. ايوه، اي انه يصعد ولكنه يصعد تدرجا. نعم، اي انه يصعد ولكن دائما سلميا، اي انه يصعد ولكن دائما بمطالب واضحه. وفي نفس الوقت تقابله القبضة الأمنية الهمجية، فيه ضرب واعتقالات وسب في بعض الإخوان اللي دخلوا ودخلوا حتى المستشفيات. كنت أرى في صور قبل قليل، حدثت أيضا في سكيكده اعتقالات وضرب وتعنيف في باب الواد، في العاصمة، في مصغانم، في الأماكن، في عنابة، في عدة مدن، وين خرجوا الناس اليوم أيضا. ولكن أمس أيضا وانت تفضلت وذكرت بعض المدن، لكن في الحقيقة كاين هناك مدن أخرى وأشياء كثيرة. هذا الشعب فاهم، كان قادر الشعب يروح مرة واحدة إلى عصيان شامل والناس تبقى في الشوارع وتبقى، لكن الناس يقول لك ها ما عطيناهمش الحق وممكن يدخلوا من يشعب بالعنف، ما عطيناهمش شوية وقت. ها الشعب أعطاهم أكثر من سنتين، لكنه الآن رايح، لأنهم ماشيين بالخطابات بالانتخابات المزورة ومعهم بعض الأقوام اللي يأكلوا في الفتات ماشيين فيها، لكن الشعب قال ما كاش انتخابات مع العصابات، بمعنى أنك حتى لو كانت فوتها مش راح نقبلوا بها ومش راح تمر وراح نخرجوا. ظنوا إنما بدأ الحراك وأسقط الجنرالات بوتفليقة عندما ظنوا مشافوا أن النظام على أبواب أن يسقط، ظنوا أن الشعب راح يدخل للدار. الشعب قال لهم لا، أنا ما خرجش فقط على العهدة الخامسة. نعم العهدة الخامسة كانت قطرة أفاضت الكأس، لكن الكأس راه معمر بالوضع اقتصادي بائس، وضع اجتماعي سيء، مستشفيات لا تصلح حتى للحيوانات، مدارس لم تعد تدرس علما وإنما جهلا، وطرقات وأشياء كثيرة. ضف إلى ذلك أن الجزائر وضعها على المستوى العالمي، ضف إلى ذلك أن الجزائر وخضوعها القوى الكبرى، ضف إلى ذلك النهب غير المسبوق برغم وجود أكثر من 1200 مليار دولار. ما كل هذا خلاهم أنهم إذا عاودوا راجعوا. بعدين قالوا يجي رمضان، يجي رمضان 2019 توقف الشعب. ما توقف الشعب في رمضان، قد تخف قليلا لأن الناس صايمة، لكن استمرت. قالوا يجي الصيف، استمر الشعب وخرجت 5 جويلية واحدة من أكبر الجمعات. قالوا يجي الشتاء، جاء الشتاء وجاء الخريف، بعدين جاء كورونا وجاء كورونا وجابوا تبون قبل الكورونا، وقالوا خلاص مررنا الخريطة والناس راح تقبل بالرئاسيات وبمجيء تبون. ما مشاتش الأمور، ثم كورونا 11 شهر تقريبا، 12 شهر بالضبط، 11 شهر، وعاد الشعب بأقوى مما كان وبشعارات أقوى مما كان. فهم الآن حتى اللي أسيادهم في الخارج اللي هم يمثلوهم إلى حد ما رغم يقولون لازم تجدوا حل. طبعا العنف مش قادرين عليه وما يقدروش عليه، لو كانوا قادرين عليه كون طبقوه. استاذ محمد عربي، هذا نظام عنفي وهمجي. أدعوك